دكتور فيصل الطاهلي، أخصائي في الطب الباطني، طب الشيخوخة والطب الوقائي، خريج كلية الطب بنيويورك، حالياً مستقر بالدار البيضاء. اليوم هنتكلم على فقر الدم أو باللغة العربية الفصحى الأنيميا. فقر الدم أو الأنيميا هو موضوع واسع بزاف، غادي نحاول نلخصه ونتكلم على الأعراض اللي كنشوفها بصفة كثيرة عند الناس اللي كيعانيوا من هذا فقر الدم. النساء هما المتضررات الأكثر من هذا فقر الدم. علاش؟ حيت كيكونوا في فترة الخصوبة ديالهم، كتجيهم الدورة الشهرية وكينسفوا من الدم بصفة كثيرة. الأعراض اللي كتجيهم هي تساقط الشعر، تكسر الأظافر، تعب لمجهود بسيط، قلة التركيز، بعد نوبات صداع في الرأس، وحتى بعض الأحيان بعض الآلام في المفاصل. من غير النساء كاين الناس اللي عندهم الأمراض المزمنة بحال قصور الكلوي، بعض أمراض الجهاز الهضمي. كاين الناس اللي التغذية ديالهم ما كتكونش غنية بالمواد اللي فيها الحديد، وهاد الناس حتى هما كيتعرضوا للأنيميا أو فقر الدم، وكتكون عندهم أعراض نفسها هي تساقط الشعر، تكسر الأظافر، تعب المزمن، وبعض الأحيان قلة التركيز. إذا جاتكم بعض هذه الأعراض، لازم تستشيروا الطبيب ديالكم باش يسويكم واحد الفحص في الدم اللي كيبين هل هناك فقر في الحديد في الجسم. وفي هذه الحالة هذه العلاج بسيط، كنركزوا على التغذية الغنية بالحديد، وكنعطيو بعض الحبوب باش نطلعوا الخزان ديال الحديد في الجسم، وبهذه الحالة كنعالجوا هذه الأنيميا أو فقر.